محافظ الشرطة حد بيامين رئيس الفرقة الجنائية المصلحة الولائية الشرطة القضائية بأمن ولاية بشار. في إطار تنفيذ الالتزامات الرامية إلى مكافحة جرائم التجار بالمخدرات في كل الظروف والأحوال، تمكنت قوات الشرطة المصلحة الولائية الشرطة القضائية في عملية نوعية من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة وحجز كمية معتبرة من الكيف المعالج تجاوزت 8 كيلوغرام. وقع القضية تعود لاستغلال معلومات تفيد بوجود شبكة إجرامية تنشط في مجال المتاجرة بالمخدرات انطلاقا من الحدود المغربية الجزائرية وترويجها بالتراب الوطني. التحريات الميدانية التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمختلف فرقها الميدانية مكنت من بالتنسيق مع الجهات المختصة القضائية مكنت من توقيف مشتبه فيهما في العقد الثالث من العمر بقطاع الاختصاص مع حجز كمية معتبرة من الكيف المعالج قدر وزنها الإجمالي ب 80.5 كيلوغرام مع حجز من دار ميدان حجز السيارة السياحية ودراجة نارية المستعملة في نقل الكمية المحجوزة. بموجب ملف إجراء قضائي تحت الوصف الجزائي حيازة نقل وتخزين المخدرات بطريقة غير شرعية في إطار جماعة إجرامية منظمة، التهريب باستعمال وسيلة نقل، التهريب على درجة من الخطورة تهدد الأمن الوطني، الاقتصاد الوطني والصحة العمومية. أطراف قضية سيتم تقديمه أمام سيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار بعد استكمال إجراءات التحقيق.